إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة والأخوات، الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أنزل الكتاب وأرسل رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليدل العباد على مصالحهم العاجلة منها والآجلة، وليحذرهم عن المفاسد والمضار العاجلة منها والآجلة. وبعد إنزال الكتاب وإرسال الرسول أمر الأمة بإقامة هذا الدين، وشرع لنا إقامة الكتاب والسنة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى كما في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لهذه الأمة ما وصى لأولي العزم من الرسل، وهذه الوصية العظيمة مركبة من أمرين: الأمر الأول إقامة الدين، والأمر الثاني ترك التفرق في الدين. فلنقف في هذه العجالة على الأمر الأول، وهو إقامة الدين. فماذا يعني إقامة الدين الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة ووصى به أولي العزم من الرسل؟ ماذا تعني كلمة إقامة الدين يا ترى؟ إقامة الدين تشمل على أربع خصال أو على أربع أمور. الأمر الأول التصديق والإقرار بكل ما جاء في هذا الدين، تصديق أخباره والإقرار بعدل أحكامه، كما قال تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لكلماته. صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. الأمر الثاني الإقبال على تفقه وتعلم أحكام الدين، كما أمر تبارك وتعالى في غير ما آية:
حتى يعبد العبد ربه تبارك وتعالى على علم وبصيرة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التفقه في هذا الدين والتعلم بأحكامه وأوامره وشرائعه. الأمر الثالث العمل بأحكام هذا الدين والتحاكم إليه وتطبيق شرائعه وقوانينه على الحياة بشتى أنواعها وأنشطتها وشتى مجالاتها. العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحويل المعتقد والعمل والعلم إلى عمل وتطبيق، إذ بدون ذلك لا يصح الأمر. الأمر الرابع نصر هذا الدين ونشره، نصرة هذا الدين بالدعوة والبيان وبالسيف والسنان، إذ لا قوام لهذا الدين إلا بالكتاب الهادي والسيف الناصر، كما قال تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فقوام الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: قوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، وهما قرينان لا يستغني أحدهما عن الآخر. فنصرة هذا الدين بالدعوة والجهاد والسيف والبيان أيضا من قوام هذا الدين. بهذه الخصال أحبتي في الله، باجتماع هذه الخصال الأربعة، يقوم المجتمع فعلا أو يحقق المجتمع فعلا بإقامة هذا الدين. ولا يغني واحد من هذه الخصال عن الآخر، إذ لا يكفي مجرد الانتساب والتصديق، كما لا يكفي مجرد العلم والفقه، كذلك لا يكفي مجرد العمل حتى نضيف إليه نصرة هذا الدين بالدعوة والبيان والسيف والسنان. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم أحبتي في الله، عند إقامة هذا الدين أو بإقامة هذا الدين، الله تبارك وتعالى جعل عز هذه الأمة وكرامتها، وبدون ذلك كتب عليها الذلة والصغار، كتب عليها الذلة والصغار بدون إقامة هذا الدين. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الأمم التي كانت قبل هذه الأمة، فالأمة ليست على شيء بدون إقامة هذا الدين العظيم، كما قال تبارك وتعالى وهو يخاطب أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، لستم على شيء من التدين والتقوى حتى تقيموا كتب الله تبارك وتعالى من التوراة عند اليهود والنصارى عند الإنجيل عند والإنجيل عند النصارى وما أنزل الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم، حتى تقيموا ما أنزل الله لستم على شيء. إذن أمة ليست على شيء وليست في شيء
حتى تقيموا شرع الله تبارك وتعالى ودينه بالعلم والاعتقاد والعمل والدعوة والنصرة. بدون ذلك الأمة ليست على شيء. ولهذا قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كما في صحيح البخاري معلقا، قال: ما في القرآن آية أشد علي من هذه الآية، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لا يكفي مجرد الانتساب، ولا يكفي أن يكون القرآن بين أظهرنا وبين أيدينا وفي مساجدنا وفي بيوتنا، لا يكفي، حتى نحول ما في القرآن من التعاليم إلى عمل وإلى تطبيق وإلى شرائع مطبقة في حياتنا، لا يكفي أبدا. جاء عند أحمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، والترمذي في السنن، من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال أبو الدرداء: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء، أي رفع ببصره إلى السماء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أوان يختلس العلم من الناس، يعني يختلس بمعنى يختطف، يسلب العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن اللبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، كيف يختلس منا العلم ونحن نقرأ القرآن؟ فوالله لنقرأنه ويقرئه، فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. كيف يختلس العلم ونحن نقرأ القرآن ويورث بعضنا بعضا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ التوراة موجودة والإنجيل موجود عند النصارى، التوراة عند اليهود، فماذا تغني عنهم؟ لم يعملوا بشيء مما فيهما، فلم ينفعهم كون الكتابين بين أظهرهم، ولم ينفعهم الانتساب إلى الكتابين، إلى اليهودية والنصرانية وإلى التوراة والإنجيل، لم ينفعهم ذلك، مجرد الانتساب ومجرد القراءة والتلاوة ومجرد العلم لا ينفع ولا يجدي، حتى نضيف إلى ذلك العلم والعمل والتطبيق والدعوة ونصرة هذا الدين، بذلك نكون فعلا قد أقمنا دين الله تبارك وتعالى. قال أبو الدرداء: قال جبير بن نفير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ وأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، فقال عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صدق أبو الدرداء، صدق أبو الدرداء. وهل تدري يا جبير، هل تدري كيف يرفع العلم؟ هل تدري ما رفع العلم؟ قلت: لا. قال: ذهاب أوعيته، أي ذهاب العلماء. ثم قال له: وهل تدري أي العلم يرفع أولا؟ فقلت: لا. فقال: الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. نعم،
مجرد الانتساب لا يكفي، ومجرد العلم والفقه لا يكفي، ومجرد كون الكتاب بين أيدينا لا يغني، ومجرد التلاوة والقراءة لا يجدي، حتى نضيف إليه هذه الخصال كلها. نعم أحبتي في الله، عند إقامة دين الله تبارك وتعالى وإقامة الكتاب والسنة في حياتنا، الله تبارك وتعالى يغير الأحوال ويقلب الأوضاع من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يحكمون. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لاستراحوا في الحياة، لوجدوا الأمن والطمأنينة في الحياة، لوجدوا التوحيد، توحيد الكلمة، لوجدوا كل مبتغاهم في الحياة، ولدخلوا الجنة في الآخرة. بسبب ماذا؟ بسبب إقامة هذا الدين. ولهذا الله تبارك وتعالى قال: عندما أهبط إبليس وآدم إلى الأرض، قال تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ضمان من الله تبارك وتعالى، ضمان من الله بأن من اتبع هدى الله في الدنيا لن يضل في الدنيا ولن يخسر في الآخرة، بل يكون في الدنيا على الاستقامة وعلى الراحة والطمأنينة والأمن والأمان، وفي الآخرة كذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا نتساءل أحبتي في الله: أين نحن من إقامة دين الله تبارك وتعالى في حياتنا؟ وهل تدرون يا جماعة الخير بأن كل ما نعانيه اليوم من المشاكل، من عدم الاستقرار وانفلات الأمن، من القتل والهرج واختلاف الكلمة، من تسلط الأعداء علينا، من تسلط أئمة الجور وفساد السياسة فينا، هل تدرون ما سبب ذلك كله؟ السبب هو واحد، وهو ابتعادنا عن إقامة دين الله تبارك وتعالى في حياتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.